حلقة جديدة من أوتوفوكس بتبدأ هلأ، واليوم عنا سيارة محبوبة كتير بلبنان. It's a five seater sedan ونفس الوقت it's a sports car محبوبة ومنشوفها كتير على طرقات لبنان، يلي هي WRX من سوبارو. أهلا وسهلا فيك جيف مراد من أوتو ستارز، وكالة حصرية تبع سوبارو ودايهاتسو. اليوم عم نحكي عن سيارة كتير حلوة يلي هي WRX، كل العالم بتحلم فيها، واليوم رح نكون عم نتعرف عليها بالأسبكت اللي إذا بدنا نقول سبورتس وبنفس الوقت الراحة والكمفورت. خبرنا أكتر عنها. أكيد. هلا السوبارو WRX، أول شيء كسوبارو صانع ياباني، أوكي، معروف حتى من FHI لكل شيء فور ويل درايف سيستم، سيمتريكال أول ويل درايف، أوكي، على طول يكون أهم شيء عند السوبارو الثبات بالسيارة، أنت عم بتسوقها، وتكون ريحة البال والكونفيدنس أنت عم بتسوقها. مشان هيك عم نشوف معنا اليوم السوبارو WRX، أوكي، WRX it's the all new WRX 2015. منشوف it's a complete change فيها، يكون من الخارج منشوف ال aggressive look تبعها، منشوف ال four exhaust من ورا كمان، حتى كل الليد من قدام ومن ورا. it's a complete new look للسوبارو WRX. so دخلها إذا فينا نقول شوية تكنولوجي زيادة من شكل الخارجي، غير شكل، غير أكيد ال performance من جوا. أكيد حتى من ناحية ال performance كمان. الموتور it's a completely new engine، it's the 2000cc مع turbo اللي هو DIT engine بيسموه بالسوبارو، أوكي. فإذا عندنا السوبارو WRX مع new engine، ومش بس هيك عندنا new transmission كمان فيتاس جديد. عطول ال WRX كانت تجي بخمس غيارات فيتاس، أما هالسنة صار في منها يا فيتاس يا أوتوماتيك. الفيتاس صارت 6MT بدل 5MT، والأوتوماتيك أكيد زادوا، والأوتوماتيك صاروا كمان 8. واو، أنا عرفت كل 7 speed 8 speed. Nice. مع سيستم SI drive depending انت كيف بتحب تسوقها، تراك لي جهه 6 غيارات يا 8 غيارات على الاوتوماتيك. سو عندنا اكيد الاوبشن انه نحن نختار الدرايف مود تبعنا. مثل ما عم نشوف ورا كمان سبويلر يلي كثير نيت، يلي بيعطيها ديزاين كثير حلو. مثل ما قلنا اتس ا 5 سيتر سيدان سبورتس كار، وعليها اكيد 17 انش الالوي ويلز، وبنفس الوقت اكيد اشارات على المرايه. رح نفوت لداخلها للسياره يلي اليوم معنا. حلو الدول تون يلي فيها اكيد على الليذر، اللونين كثير حلو، والستيرنج ويل اتس ان اكتف ستيرنج ويل. ما بعد شفتي مزبوط. هلا مثل ما عم تشوف السياره الموجوده هي فيتاس، دونك بنشوف 6 جيرز على الفيتاس. ستيرنج ويل هو دي شيب ستيرنج ويل حتى يكون سبور، وكل شيء موجود على المكواد يكون من فوليوم بلوتوث، كل شيء موجود اتس هاندز فري. بزياده كمان بتشوف حتى التابلو كله سبور ريد، والداسات من ورا بنزين فران، والدبرياج كله اتس ميتال كروم، دونك كل هيدا بيعطي السبورتي فيل كمان بقلب السياره. حتى بنشوف كل شيء كاربون فايبر مبين تحت الاي سي كمان، كل السيارات سبور بحبوا يزيدوا الكاربون فايبر. ومش بس هيك، في عندنا فوق الراديو بيبين في عندنا سكرين، هيدا سكرين اتس ملتي انفورميشن سيستم، اوكي. مثل ما بيبين هلا محطوط على البوست جيج، هو okay. البوست جيج مثل الار بي ام مثلا للموتور. البوست جيج للتيربو بيعطيك التيربو قديش عم بيفتح، شو سو عم ترى تتشرج وهيك، يعني بتحس حالك بانسايد سبورتس جيم، مضبوط، فور سبيد وجراند توريسمو وغيره. حلو، اوكي. ومش بس هيك كمان فيليب، لما بنشوفها كمان هالسياره مثل ما حكيت انت بالاول اتس ا 5 سيتر، بقى بالنيو WRX صارت سياره اطول أوسع. بتشوف انت قاعد ورا جريك قاعد مرتاح بقلب السياره، سو فيك تطلع مع اصحابك، تكون 5 person in the car، تكون كمان مرتاح. عاده وقت نسمع انه اصحابنا اشتروا سبورتس كار دغري بنعطي الهم نطلع معهم، فهون عم نشوف اكيد ذا كومفورتبل كابن سبيس يلي موجوده بقلب السياره، واكيد كل الرفاهيه يلي بنحلم فيها بحياله لكجري سيدان موجوده بالدبليو ار اكس. الموتور قلت لنا 2000 سي سي، اكيد فيري بيرفورمنت مع تيربو، مع سيمتريكال اول ويل درايف، سياره نشيطه وبنفس الوقت كثير ثابته على الارض. مزبوط. مع تراكشن كنترول سيستم اللي عم تحكينا عنه. مزبوط، تعطيك هورس باور اوف 268 حصان، وتوك 350 نيوتن متر عم بيتولد من هال 2.0 تيربو انجن. اكيد عم نحكي عن ال 5 ستار سيفتي على كل موديلات سوبارو يلي حيز عليهم جوائز عالميه مش هالسنه، كونسيكتيفلي على مر السنين. مزبوط، هيدي من الفلاج شيب تبع سوبارو اللي هي السيفتي. ال 5 ستار سيفتي مثل ما عم نشوف هن اللوجو تبعهم 6 ستارز، they always aim to be a 6 towards the 6. سو عندهم 5 ستار سيفتي، من كراش تيست كمان
والسيمتريك الاولي درايف المعروف فيها سواء. هلا حكينا اكيد عن كل شيء اوبشنز بالسياره وشفنا شكلها شفنا ال LED وغيرها. رح نكون عم نحكي هلا عن سعرها قبل ما نحكي عن الوارنتي واكيد الشورومز. كسبورتس كار سوباغو دبليو ار اكس الواحد ما بيتوقع يكون هيك سعر. صحيح سعره ب 44,900 دولار. اوف سعر فيري افوردبل لحيلا شخص بحب السرعه وبزيت الوقت بهمه راحة البال لانه كلها مدروسه حتى كمان ما تكون كثير بتخاطخيد كله الامورتيسوريت سسبنشن الشاسي تبعه تو بي يوزد كافري داي كار مش بس سبورتس كار تبع الويكند او تبع الاحد. كنا عم نحكي قبل انه دائما عندنا وارنتي اللي هي على 3 سنين او على 100,000 كيلومتر which ever comes first. ونفس الوقت كمان عندكم افتر سي سيرفيس كثير مهم وبحال حدا حب اكيد يصلح سيارته او يغير زيت او شيء من النوع كله شفاف قدامهم فيهم اكيد يتفرجوا على سيارتهم جيتينج ذا ريبيرز اللي ناطرينها بالشوروم تبعكم اللي موجودين نهر ومش الموت. بس هيك بنعزمهم يجوا على كل الشورومز ويشوفوا السياره وباقي حتى يعملوا تيست درايف كمان على السياره للزبونات الانترستد بالموضوع. تيست درايف على دبليو ار اكس مزبوط وحتى كل بكل الشوروم يكون على نهر الموت بالزلقه بالجميزه فيردان وجونيه كمان. Perfect. Thank you so much, Jeff. سيارة كتير حلوة تعرفت عليها اليوم. إذا عبيكم ترجعوا تشوفوها مرة تانية ما قلكم ترجعوا تروحوا على mtv.com.lv MTV Replay و Autofocus أكيد وبتشوفوا WRX مرة جديدة. Jeff, thank you so much. شوفك حلقات لاحقة. Ciao.